السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو التوضيحي حول الطريقة الصحيحة للتداول الفوري على منصة ستورم جاين. كما تلاحظون التداول ليس بالحظ، نعم التداول ليس بالحظ، التداول يجب أن تكون على معرفة ودراية بهذه الشموع، يجب أن تدرس هذه الشموع لكي تتوصل بأرباح. كما تلاحظون قمت بفتح الصفقة وحاليا هي رابحة، كما تلاحظون سوف أقوم بإغلاقها المباشر أو أنتظر. مثلا هنا هكذا هذا الرمز يشير إلى أن العملة سوف ترتفع، شاهدوا معي. إذا رأيتم هذه الشمعة خضراء كما تلاحظون مكتملة، فاعلموا أن السعر سوف يرتفع. شاهدوا معي، أو تقوم بتحديد الإيقاف. مثلا هنا الشمعة تشير إلى أنه احتمالية النزول 50% كما تلاحظون هنا، لذلك أقوم بالانتظار ولا أتسرع في إغلاق الصفقة. المهم أساسيات الربح هي دراسة هذه الشموع اليابانية، عليكم دراسة هذه الشموع، وأنا أفضل أن تقوموا بالدراسة الصحيحة، وسوف أقوم بشرحها مفصلا في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. المهم الإشارة حاليا إشارة قوية للشراء، لذلك سوف تتجاوز الأرباح 0.10 في ثواني قليلة. شاهدوا معي كيف تتجاوز، وهنا سوف أقوم بالإغلاق بكل أريحية هكذا، ولا أنتظر كثيرا، يعني ولا أنتظر ولا أطمع كثيرا، لأن السعر يمكن أن يقوم فجأة بالانخفاض، ولكن أنا أعلم طريقة الانخفاض عن يعني طريق قراءة هذه الشموع كما تلاحظون هنا. مثلا هنا مازال السعر يرتفع، شاهدوا معي مازال السعر يرتفع، وأنا قمت احترازيا بالإغلاق، مازال السعر يرتفع لحد هذه اللحظة، شاهدوا معي ارتفاع حاليا. أنا أقوم بالتداول في عملة الـ XRP، حجم التداول هائل في 24 ساعة الماضية، 4 مليون دولار أرباح يا أخوتي في هذه المنصة، نعم فقط في هذه المنصة، منصة ستورم جاين. هي عبارة عن تطبيق والتداول تداول وتعدين البيتكوين. سوف أتركم لك أمر بتحميل هذه التسجيل وتحميل التطبيق في صندوق الوصف إذا أردتم المشاركة في التعدين. أما أخوتي كما لاحظتم قمت بالإغلاق ومازال السعر يرتفع، شاهدوا معي مازال السعر يرتفع. أنا من خبرتي الماضية لا أقوم دائما بالإغلاق أخوتي، لأني أعلم أن السعر يمكن أن يقوم بالانخفاض. والشيء الثاني أقوم بالذهاب إلى المحفظة، شاهدوا معي أموالي الخاصة، هذه أموالي الخاصة التي قمت بإغلاقها 0.13 سنت كما تلاحظون. أقوم بتحويلها مباشرة ولا أنتظر ولا أقوم بالتداول بها صراحة، لأن يمكن أن أخسرها، لذلك سوف أقوم بتحويلها إلى عملة ستيلر كما قلت لكم 0.1311. شاهدوا معي على المباشر أقوم بتحويلها هكذا بدون أي مشاكل، وأضيفها إلى الرصيد الخاص بي هنا الذي وصل إلى 5 دولار، شاهدوا معي تقريبا 5 دولار 4.95 من عملة ستيلر، ويمكنني تحويله إلى بينانس في أي وقت أريد. بالنسبة للتعدين حاليا أقوم بالتعدين، شاهدوا معي لدي 3.28 USDT من أموال التعدين. إخوتي المهم قلت لكم كما قلت لكم لا يجب التسرع، لا يجب التسرع في التداول. مثلا هنا البيتكوين يدخل، قم بالدخول هنا
لا يجب عليكم التسرع. مثلا شراء هنا مزرعة بسيطة. شاهدوا معي السعر حاليا هو الشراء، شاهدوا معي شراء، لذلك أقوم بالشراء، تأكيد شراء هنا، أقوم بالضغط على الشراء لأن الشمعة خضراء. أقوم بالضغط على الشراء، أنا مباشر كما تلاحظون وأنتظر. وسوف ترتفع الأرباح عندما يتخطى السعر سعر الفتح. حاليا المؤشر بيتكوين أغلبية الأشخاص يقومون بالشراء. شاهدوا معي كيف يرتفع السعر، سوف ترتفع الفائدة هنا في الثواني القليلة إن شاء الله. المهم إخوتي، كما قلت لكم، استراتيجية التداول الصحيح تعتمد على قراءة الشموع، شموع اليابانية، قراءة صحيحة، ولا يمكنك التداول بدون قراءتها قراءة صحيحة. كما تلاحظون هنا المؤشر يقول أن عملية الشراء كبيرة، لذلك سوف يرتفع السعر. شاهدوا معي كما تلاحظون هذه الشموع، حال الشموع حاليا ننتظر ارتفاع السعر كما تلاحظون، وهنالك نسبة ضئيلة لأن ينخفض السعر. شاهدوا معي هذه نسبة ضئيلة، شاهدوا معي هذه الشمعة صغيرة، لذلك تشير إلى أن العملة سوف ينخفض سعرها ولكن بنسبة محدودة. شاهدوا معي سوف تفتح هنا، أظن أنها سوف تفتح بشكل أخضر هنا. شاهدوا معي ننتظر افتتاحها بشمعة خضراء بعدها. شاهدوا معي هذا شرح تفصيلي إخوتي. شاهدوا معي سوف تفتح هنا بشمعة خضراء، أنا أظن أنها سوف تفتح بشمعة خضراء جديدة على حسب خبرتي المتواضعة. ننتظر. البيتكوين حاليا بطيء في السعر، شاهدوا معي التداول بطيء جدا، يعني ليس مضطرب، هو مستقر. شاهدوا معي هذه هي قد فتحت بشكل أخضر بشمعة خضراء، وسوف يرتفع السعر هنا في الثواني المقبلة. بالنسبة لهذه الشمعة، شمعة المطرقة، تشير إلى أن الشعر شعر سعر معذرة سعر الشراء منخفض وبعدها ارتفع. شاهدوا معي كيف ارتفع سعر الشراء بشكل كبير. شاهدوا معي ولكن السعر سوف يرتفع، أنا أظن أن السعر سوف يرتفع. عادة لا أقوم بالتداول بالبيتكوين الآن، فقط كشرح أقوم بالتداول به. بالنسبة لهذه الإشارة، إشارة شمعة المطرقة، تشير إلى أن العملة سوف ترتفع. نعم ننتظر ارتفاع العملة، انتظرت كثيرا لأن سعر البيتكوين حاليا هو مستقر عند سعر معين، عند 31230 دولار كما تلاحظون هنا، لم يتغير السعر كثيرا منذ ساعات. بالنسبة حركة البيع قوية جدا الآن، شاهدوا معي حركة البيع قوية، ولكن هنالك أمل لارتفاع ما دام هذه الشمعة في النصف. شاهدوا معي ولا هذا الطويل، شاهدوا معي هنالك أمل أن ترتفع. شاهدوا معي ننتظر حاليا ارتفاع، بدأت انبثاق ارتفاع. شاهدوا معي كما تلاحظون ارتفاع متوسط، ننتظر فقط ارتفاع سعر العملة سعر الشراء. أنا أسميها شد الحبل بين الشراء والبيع. هنالك أشخاص يقومون بالبيع وهنالك أشخاص يقومون بالشراء،
هذا هو التداول، لذلك تنخفض السعر ويرتفع. هذا هو سبب هذا الاضطراب في السعر. وأنا أظن أن عملية البيع أفضل، عملية البيع أفضل بالنسبة لعملية الشراء. عملية البيع تأتي بفوائد أكثر من عملية الشراء. كما تلاحظون هذه الشمعة تشير إلى أن سوف يرتفع السعر، شاهدوا معي سوف تكون ارتفاع. هذا فيديو تشرح فقط تفصيلي ومبسط لطريقة التداول بأبسط الأمور. هنا يشير إلى أن السعر سوف يرتفع، عملية الشراء كبيرة، لاحظوا معي سوف يرتفع 99% سوف يرتفع. ننتظر قليلا. كما توقعت اخوتي السعر حاليا يرتفع، سعر الشراء شاهدوا معي. اذا ظل سعر الشراء على هذه الوتيرة سوف يرتفع الى فوائد. الشيء المهم ان تقوموا بدراسة هذه الشموع، شاهدوا معي. هنا يقول لي أن السعر سوف يرتفع بنسبة كبيرة، لذلك لا أتسرع في الإغلاق على خسائر. بهذه الطريقة فقط يمكنك جني 3 أو 4 دولار في اليوم. إذا كنت تجيد قراءة المؤشرات الشموع اليابانية.